بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رابطة علماء ودعاه ضد الانقلاب بأوروبا بالمجلس الثوري المصري واتحاد علماء الأزهر حول الذكرى السابعة لثورة 25 من ثورة يناير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، بيان العلماء والدعاة في الذكرى السابعة ثورة 25 من يناير. أيها المصريون في مشارق الأرض ومغاربها وعلى أرض الكنانة، إن ثورة 25 من يناير التي مضى على انتفاضتها 7 سنوات هي ثورة العزة والكرامة والتضحية والفداء، والتي بدأت بانتفاضة شعبية عارمة عمت كل أنحاء وربوع مصر ضد نظام طاغية متجبر فاسد جلب الكوارث والويلات على مصر ودمر فيها كل مناحي الحياة. وبعد مرور 7 سنوات وبعد ما حدث في هذه المحطة التاريخية في تاريخ مصر من مكاسب وقع الانقلاب عليها، نريد أن نؤكد على ما يلي: أنه لا تنازل عن مكتسبات ثورة 25 من يناير، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ونريد أن نؤكد على عودة الشرعية المتمثلة في الرئيس المنتخب والمنقلب عليه الدكتور محمد مرسي، أطلق الله سراحه وسراح إخوانه. ونريد كذلك أن نؤكد على أنه ما جرى بعد نجاح الثورة وبعد خلع حسني مبارك من أزمات مفتعلة ومن تشويه للقوى الثورية ومن إفشال حكم الدكتور محمد مرسي كان مخططا له لضرب الثورة ولإعادة مصر إلى المربع الأول، إلى عهد الطغيان والاستبداد وعودة حكم العسكر من جديد. ونريد كذلك أن نؤكد على أنه لا صلح ولا تنازل عن دماء الشهداء الذين سقطوا في ثورة العزة والكرامة، وأن أصحاب الدم هم الذين من حقهم أن يتنازلوا أو أن يأخذوا بالقصاص. ولا بد من تقديم كل من شارك وساهم وساعد في قتل أو تعذيب أو اعتقال أو خطف الثوار، وكذلك لا بد من محاكمة كل من أصدر أو أفتى بإعدام هؤلاء الأبرياء في هذه المحاكمات الظالمة الجائرة التي حكم بها هؤلاء الظلمة. كما ندعو كل المؤسسات والقيادات الثورية في مصر وكذلك خارج مصر للتآزر والتعاون والعمل الجماعي من أجل إسقاط هذا الانقلاب الغاشم. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى الثوار الأحرار أن يوحدوا كلمتهم وأن يجمعوا صفهم وأن يكونوا يدا واحدة لإسقاط هذا الانقلاب. وعلى الثوار أن تتسع صدورهم
لبعضهم البعض، وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما نحذر الشعب المصري ونحذر أحرار مصر من الأعلام، أعلام الانقلاب، من سحرة فرعون، هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويزيفون العقول والوعي. كما نحذرهم من علماء السلاطين، من شيوخ السلاطين، هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم. هؤلاء هم أصحاب المصالح الدنيوية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كما ندعو هؤلاء إلى الأوبة والتوبة قبل أن يلقوا الله سبحانه وتعالى على ما هم عليه. كما نريد أن نؤكد على أن النصر من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إننا متأكدون من نصر الله سبحانه وتعالى ومن تمكين لدين الله سبحانه وتعالى ومن التمكين للمستضعفين، وأن اليأس لا يجب أن يتسلل إلى قلوبنا، لأن اليأس والعياذ بالله مخالف للإيمان ولعقيدتنا، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. الثاني الاثنين الخامس من جمادي الأولى لعام 1439 الموافق للثاني والعشرين من يناير لعام 2018. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.